والآن مع أخبار الطقس واستعراض الحالة الجوية مرة ثالثة وأخيرة مع ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا لكما، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 18، الصغرى 10، اسكندرية 17-11، مطروح 16-9، بورسعيد 17-9، الإسماعيلية 18-9، السويس 17-9، العريش 17-8، طابة 17-10، شرم الشيخ 23-14، الغردقة 23-14. نتحول إلى الأقصر العظمى فيها 24، الصغرى 9، أسوان 24-11، الوادي الجديد 23-7، شلاتين 26-16، وأخيرا حلايب 24-14. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.